السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين صحفي غاوي عصافير. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو الحضان. يعني ايه الحضان؟ يعني ان انا يبقى لازم عندي جوز او جوزين اعتمد عليهم دايما ان هما يحضنوا البيض ويهتموا بالعصافير اللي اهاليها ما بتأكلهمش. يعني انا مثلا لو عندي قصر ريمبو غالي، عندي فلل غالية، عندي أنواع مختلفة غالية، الأنواع دي بتبيض في وقت معين. طيب أنا أعمل إيه لو هما ما بيرقدوش، أو لو النتاية بتهجر بيضها، أو بعد ما بتفقس ما بتأكلش، أعمل إيه؟ لازم يبقى عندي قصة أو قصين أو ثلاثة أكون معتمد عليهم دايما إن هما بيحضنوا وفي نفس الوقت بينتجولي. يعني لو عندي اللهم بارك البادج كله، الدنيا تمام والعصافير الدنيا تمام عندي خلاص. كمان في حاجة، فلنفرض مثلا انا عندي الريمبو جاب 5-6 بيضات والاسترالي بيجيب 4 ولكن بيحضن كويس، اقوم ناقل 3 بيضات عند الاسترالي من الريمبو على اساس انه يهتم بيهم اكتر لان ده اغلى، بالاضافة اني انقل بيض الاسترالي عند عصفور استرالي تاني بيبيض برضو، وهكذا. المسألة مسألة تبديل، ده الريمبو باض والاسترالي باض زي ما انتم شايفين، الريمبو والاسترالي باض، اقوم ناقل هنا احط هنا لان الاسترالي دايما بتبقى كمان المناعة بتاعته اقوى وصحته اقوى، كمان بيبقى بيخرج البيض بشكل كويس جدا. يبقى عملية التحضين بتتم ازاي؟ بجيب قص استرالي اجربه مره واشوف الدنيا بتاعته ايه، وانقي دايما الحجم اللي يكون كويس واللي الذكر يكون حنين. كمان الحضان مش شرط ان القص الريمبو او الفلل يكون بيطلع بس، لا، بتلاقي اوقات كتيره جدا النتايه بتملح، تحاول تعالجها هي اصبحت بتملح، لكن النتايه دي نوعها كويس وانت مش عايز تديها يعني لحد تظلمه بخصوص. اقوم عامل ايه زي ما انتم شايفين، ده قص عندي انا بحضن تحته فلل، انا بحضن تحته دايما فلل، بيطلعه كويس بفضل الله، لكن النتاية ما بتضيفش الا 3 بيضات، فبالنسبة لي ده افضل. كان عندي ذكر ونتاية جربتهم مرتين بيملحوا من الزغاليل، مع اني بحط بيض وبحط فيتامينات بيطرية وفيتامينات طبيعية، هوريكو اسم الفيتامينات اللي انا بحطها حالا. اهو دي كال بي 12 لو انتوا شايفين، انا حطه اهو في المية، حطه في المية. ليه بقى حطه؟ لان كان القص الفلل اللي عندي كان النتاية بتملح وملهاش حل، فلحقت الزغاليل وقمت ناقلها بسرعة عند الاسترالي مع الزغاليل بتاعتها، وبفضل الله بدأت تهتم بيهم وبيأكلوهم وانا مجربهم كذا مرة. يبقى لازم 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 يبقى عندنا قص او قصين حضان في الغية بتاعتنا على اساس اني الحق بسرعة الزغلول بتاعي. اوقات ناس بتبعت لي انا ما بعرفش اكل يدوي وعندي، لا، خلي دايما عندك زوج من العصافير، وياريت تدخل الإناث للذكور في وقت واحد على أساس لو حاجة وقعت منهم تقدر تحضن بسرعة تحت التانية وما تخسرش في نفس الوقت الأصوص بتاعتك والزغاليل بتاعتك عشان ما بتعرفش تأكل يدوي. يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب دايما مع الأصوص بتاعتنا سواء الريمبو زي ما انتوا شايفين كده، اهو كده ريمبو مثلا، ده فلل، بجيب لازم استرالي زي ما انتم شايفين، الاسترالي بيأكل كويس وبيحافظ على الزغاليل، بيدي مناعة كويسة. انا الوقت ده حاطط لهم برسيم في الارضية، دي نشارة اللي في الارضية هم مطلعينها من العش، انا دايما بغير، بطلع يعني يومين ثلاثة واغير النشارة، يومين ثلاثة واغير النشارة اللي جوه البياضة عشان احافظ على الزغلول من البلل ومن الميكروبات والجراثيم والسموم اللي بتبقى جوه العيش. لازم يوميا تهتم بالعيش بتاعك
لازم يوميا تبص هل في زغلول تعبان، هل في زغلول نفق، العصافير بتاعتك بتاكل الزغاليل كويس ولا لا. لازم يوميا تهتم. انت بتنتقي نتاية وذكر تكون مجربهم بشكل مناسب وشكل كويس وتحضن تحتهم. انا دايما بعمل كده، بقوم واخد بيض من الرينبو احطه تحت الاسترالي وهكذا، بقسم بيض الرينبو على كذا حاجة، وفي نفس الوقت اغذي النتاية الرينبو واخليها تعمل عيش جديد برضو، وكده بتبقى الافادة مضاعفة. يبقى احنا نجيب قص استرالي بجانب القص الرينبو اللي عندي. عندي مثلا 4 قصوص رينبو، لازم يبقى عندي قصين استرالي وهكذا. هو ده طريقة التحضين، بجيب البيض في نفس الوقت واحط الاسترالي، بس لازم اكون مجرب الذكر والنتاية دول. هل في حناية؟ يعني انا اهو دول اول مرة اجربهم عندي، بس ام النتاية دي كانت كويسة وانا مجرب الذكر ده قبل كده، فاكيد بنتها هتبقى كويسة. انا بعمل كده، انا بحب الاسترالي جدا، بالاضافة طبعا ان انا بهادي منه لان الاسعار رخصت قوي. الافضل ان انا هادي، يعني ما بحبش ابيع الاسترالي، ولو عندي كمية بطلعها يعني. وان شاء الله هنعمل مسابقة على استرالي. انا الاسترالي اللي عندي تركيبات زي ما انتم شايفين، ان شاء الله هنعمل مسابقة وهقول لكم المسابقة هتبقى امتى. في متابع للقناة اسمه الاستاذ محمد وائل دايما بيطالبني بمسابقة، وانا بفكره وبقول له ان شاء الله المسابقة قريب جدا. وهنا اكون انتهيت. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.